هو واحد من أهم المعابد التاريخية في المنطقة، التي كان سكانها منذ القدم ينظرون إلى المياه بنوع من القدسية. هو نبع عين الفيجة في البلدة التي اشتق اسمها من كلمة بجة اليونانية، والتي تعني نبع الماء الغزير. وتتمتع البلدة بوجود العديد من الآثار المهمة، مثل الأقنية التي حفرت فيها لتوصل المياه إلى دمشق، ويعود أقدمها إلى العصر الروماني على أقل تقدير، كما تدل الآثار الموجودة في كهوف البلدة ومحيطها. يتألف معبد عين الفيجة من كتلتين، سفلية في الأمام وهي التي يخرج النبع من وسطها، وتوجد الآن داخل مبنى الخزان، وعلوية خارج مبنى الخزان، وتتوضع في الجهة الشمالية فوق الجرف الصخري التي يمر تحته مجرى النبع على ارتفاع يزيد على 5 أمتار من الكتلة السفلية. بنيت جدار المعبد بالحجارة الكلسية الكبيرة الحجم بإتقان، ورصفت أرضيته بالبلاطات الحجرية التي أعيد استخدام بعضها في رصف الأرضية الجديدة التي امتدت على مساحة ممر الماء داخل الخزان. لينابيع المياه الدمشقية قصة تحكي عراقة الحضارات السورية القديمة، والتي استلهم سكان المشرق العربي القديم من مشاهد الينابيع وتدفقها أسمى الأفكار الروحية والعبادات الدينية والمعاني السامية لما تمثله من قيم وما ينتج عنها من خلق لكل أشكال الخضرة والحياة.